أكبر، الله أكبر. أبو خليفة، شعر النظم في الفترة الحالية، هل تشوف أنه مستغل أو مهدر؟ والله إجابته ما نبي جواب دبلوماسي. لا لا لا، عميقة وتحتمل الصح وتحتمل الخطأ. قد يكون مهدر صح، قد يكون الأرجح بما أنك أحد عمل في الساحة. مستغل، لكن كل واحد عنده تبريره، يعني اللي بيبرره يعني فما يستغل الشيء هذا عنده مبررات، والناس ما يعلم بالأمور اللي عندها إلا الله، فممكن يكون يستغل الموضوع هذا في الشيء، وبالعكس هو ترى باب يفتح لك أبواب واجد. يعني استغلاله مو بخطأ؟ ما أشوف إنه خطأ، لأنك ما تعرف الناس وظروفها، مو بشرط. بعض الناس يلوم على الناس، مثلا يلوم على الشاعر اللي يستغل شعره ولا كذا، هو ما يعرف وش ظروفه. قد يكون الرجال ذا ظروفه تجبره على الشيء هذا، وعنده ذا الموهبة، هو يفتح فيها أبواب وجد. إنزين، لشعر النظم، النظم لو بسألك أقول لك ضوابطه، ضوابط أي شاعر بيطلع لشعر النظم يقول أنا شاعر نظم، تنصح في ثلاث، وش بتنصح يا أبو خليفة؟ أول شيء الموهبة لازم تكون موجودة، والوزن والقافية هذه عاد اللي يكسر فيها هذا جريمة، جريمة في الشعر، الكسر جريمة. لكنه يسمع المبدعين. أنا واحد أسمع إلى الآن، أسمع شعراء حتى صغار في العمر، لأنه طالع في الساحة ترى ناس عمرهم 18 19، قسم بالله لي سمعت قصيدة أنك تخلي قصيدتك في مخباتك ما عاد تقدر تعدها قدامه صدق. فكل ما تسمع، ما هو بشرط انك اقولك تقرا وتصير مثقف وتبي تفرض ثقافتك على الناس، تجيب لك مواضيع وكذا، هذا ما هو صح. الموهبه موجوده، والاستماع انا اشوف ان الاستماع كويس. زين، الشاعر اللي انت الحين تقول شاعر طلع عمره 18 او 17 او 19 سنه، ما تشوف ان النشر في البدايات او في العمر الصغير انه يكون خطا على الشاعر، بعدين انه بيكون فيها اخطاء او امور ما عرفها، او يعني انت تنصح الشاعر ينشر في بداياته او يتاخر بالنشر؟ عنده من يوجهه. الحين الشعار اكثر من الجمهور، كل الناس شعار، فعنده من يوجهه. زين ابو خليفه، ما تشوف انها مشكله ان الشعار اكثر من الجمهور؟ راح الدنيا كلها شعار. والله تبي الصدق، الساحه تحمل، بس القمه ما تحمل. القمه ما هي للجميع، قمه يعني مثلا